تعالوا ناخد كده جولة حول العالم واقول لكم على اغرب وجبات الفطار. زي مثلا في كولومبيا بيفطروا شوربة البيض الني مع اللحمة، في اسكتلندا بيفطروا بصل وثوم متجفف مع عظمة قلب الغنم، لفة كده كبيرة سعادتك والله. في المكسيك بقى بيفطروا عارفين كوز الدر العادي اللي احنا عارفينه، بس ايه في المكسيك بقى بيفطروا بيها، تبقى كويس دورة ميتة او متعفنة ويحط عليها مشروم. ده فطار نوع من الفطار في المكسيك. في اليمن بقى عندهم مثلا شوربة البيض الني مع السمك والجمبري. في بقى اسمها الناتو، ودي عبارة عن فول صويا متحمر مع نوع معين من بكتيريا وبتقدم مع الرز. ده في اليمن. عندهم في ألمانيا وجبة فطار كده شبه الممبار مثلا بتاعنا، بس بيحشوه بقى باللحمة وبيسلقوه. وبالمناسبة الأكلة دي اتعملت لأول مرة سنة 1857 واتعملت بالغلط صدفة أصلا كده. في كمان في فيتنام بيفطروا نودلز مع لحمة بقري وفراخ وخضار كلهم مع بعض، يعني لحمة وخضار وفراخ بالظبط مع بعض مع النودلز. في كولومبيا شوربة البيض الني برضو واللبن بتقدم مع العيش. وفي لبنان الكبدة النية وبيسموها هناك السودة النية، ومعناها بعض أنواع اللحوم يعني بتتقدم برضو نية. دي في لبنان بتتاكل الأكلة دي. في كمان في تايلاند بالرز مع الاسماك المتبله واللحمه مع بعض. وكمان عندهم وجبه فطار غريبه اسمها الجوك، ودي عباره عن انهم بيغلوا الرز كتير جدا لحد ما يدوب في الميه، وبعدين يضيفوا له البيض واللحمه المسلوقه. دي من الانواع الفطار الغريب على مستوى العالم. بلاد دي كده عندهم فطار هو مش غريب بالنسبة لنا، هو غريب بالنسبة لنا احنا، فممكن يكون جمعنا لكم يعني بعض الحاجات اللي موجودة في مدن كتير وبلاد في العالم. كنت مبسوطة جدا اني كنت معاكم النهاردة في صباحكم مطرحك، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا رب يكون يوم خميس هادي ولطيف على كل اللي بيسمعونا دايما على الراديو 90 90.